عادي الف في المدينه وكده، لكن بما انه داخل يوم لي هنا في لندن يبقى لازم اخليه مميز شويه. كيف اخليه مميز؟ ليه ما البس الجلابيه السودانيه وامشي بها في نص لندن؟ انا المفروض اللي هنا اجري. وده الباص بتاعي نزلت منه هسي. هسي المفروض نمشي من هنا لهنا، المفروض تاخذ 9 دقائق. يلا بسم الله. اللي بخوف في الافلام ده عرفتوه، زي كانه ما في حاجه تحته. وده واحد ثاني برضه نفس القصه. بالمناسبة كنت متوقع الناس كلها تقعد تتلفت لي ودعاي لي وبتاع، لكن بالعكس سبحان الله هنا في البلد دي اصلا ما في زول يعني بيشتغل بيك، لا انت لابس شنو ولا بتعمل في شنو. الافي في المدينه كده فجاه جو الشباب ديل سلموا عليك، كنت فاكر انه كده لفتتهم الجلابيه. عرفتوا كيف؟ عشان طلعوا سودانيين وعرفونا عن طريق الجلابيه. الجلابيه دي جابتنا ذاته في وسط لندن، تشوف زول لابس الجلابيه دي، عشان كده الشارع ده من اخر لهنا عشان اجي اتكلم مع زول لابس جلابيه. لكن لقاك زول لابس جلابيه في المدينه؟ لا ما لقيت كده. كده جربنا حاجه جديده الحمد لله، كده اثبتنا الوجود ذاته يعني. بالظبط كده. ما عرفت اسمك؟ ابراهيم ادريس. ابراهيم ادريس. عبد الحسين. عبد الحسين. وانا موحي البدوي. ما شاء الله تبارك الله. ودي ساعة بيج بن، ودي طبعا عين لندن او بالانجليزي لندن اي. هنا لندن اي وهنا البيج بن، فاصلهم النيل ده بس. نيل؟ النيل اللي جابه هنا شنو؟ فاصل بينهم ثيمز ريفر او نهر التايمز زي ما بسموه العرب. دي قد شنو حته كده بس مسكول، والله الركشه اكبر منها صراحه. انا اصلا كنت قايل البيج بن كده انه براع، لكن طلع لا، هي اصلا جزء من قصر. عرفتوا كيف؟ هي ما شاء الله يعني المكان مليان. عندك قد شنو راكب في شنو انت اللخو حبيب صديقنا؟ ما شاء الله تحس الحته كلها سياح. اي ده الباص الاحمر وده الباص الاحمر المشهور. هو هو ده شنو ده؟ سامعين؟ ده الجرس بتاع الساعة. لا حول عندها، بتريض بفانيلته الداخلية، بالرغم من انه لابس لي فانيلة شوية كده ثقيلة تحت الجلابية عشان البرد، لكن حاليا درجة الحرارة 8، وكده اتأكدت 100% انه الجلابية السودانية دي ما اتعملت عشان البرد. بالله البرد داخل من اي حتة، من فوق من تحت من يمين من شمال، انت ذاتك قاعد تجيبه لنفسك براك. في زول نصيح بيلبس الجلابية في برد زي ده؟ وبعدين ما شاء الله عندهم حاجة حلوة جدا اللي هي شنو؟ خط مخصص للبصات، يعني لو في زحمة ولا كده البص ما بيقف في الزحمة، بيكون خطه فاضي امشي طوالي عشان يشجعوا الناس على انه يستعملوا المواصلات العامة وكده يعني. قلت لكم الحتة كلها سياح، عينوا وراي كلهم قاعدين يتصوروا.
نتوكل بعد ده. لا لا دقيقة توكل شنو؟ تعالوا نمشي نشوف الكوبري ده كان فيه برجين بيفتح كده للسفن، عرفتوا؟ كده كده هسي ده وصف لك. دي هل المحطة الصح اسمها مينستر ولا شنو؟ ايوه يا هدي بس تمام كده احنا في المكان الصح. من افضل وارخص وسائل التنقل في المدينه هو الاندر جراوند او القطر اللي بيمشي تحت الارض. اول حاجه سريع جدا، ثاني حاجه ما شاء الله محترم عرفتوا كيف، وثالث حاجه ما غالي مقارنه بالمدينه. وعينوا ديل عشان عندهم هسه فتره الكريسماس قاعد يغنوا اغاني الكريسماس جوا المحطه بتاعه الاندر جراوند. لاحظت هنا انهم بجد بيهتموا بالكريسماس بتاعهم، يعني احتفالاتهم وحركاتهم وكل حاجه سمحه في البلد بتكون في فتره الكريسماس اللي هي فتره شهر 12 دي. الازه حاجه شنو، الخرائط بتاعه جوجل عمرها ما بتخزي لك. يعني مثلا احنا ماشيين الجسر صح وماشيين عن طريق الاندر جراوند. الحلو في خرائط جوجل انه ورتني محل المحطه ووريتني اللون بتاع الخط، يعني في الوان. ولو سالتوني خط شنو اقول لكم، لانه في خطوط كثيره بتاعه اندر جراوند هنا في المدينه، وعشان يميزوا بينها مديناها الوان مختلفه. فخرائط جوجل توريك المحطه المفروض يتحرك منها والمحطه اللي حتصلها ولون الخط بتاع الاندر جراوند المفروض تركبه. فما شاء الله يعني بيسهل عليك كثير جدا. والبوابه دي بتوديك للخط الرمادي، وده الخط بتاعنا احنا، ودي كمان خريطه اضافيه عشان تساعد. احنا ماشيين المحطه دي، يلا نقول بسم الله. كده وصلنا الحمد لله. بعدين عامل في حاجه في السلم، الما داري يمشي سرعه بيقف على اليمين، والجزء على الشمال بيخلوه فاضي عشان لو في زول داري ماشي سرعه. عيني دي من المقاتلات لا اله الا الله محمد رسول الله. البتاعه دي كبيره خلاص. اوه وصلنا الكوبري بتاع البرجين، ما شاء الله تبارك الله شكله ابداع. والكورنيش حق النيل، حق النيل ثاني النيل ده الكوبري، وده الكورنيش اللي جنبه كله مليان محلات تعد بيع وشراء وكده. اوكي عن النوافير الصغيره الصغيره دي بتطلع من الواطه، بتطلع من قد هنا وبتتصرف تخش هنا عشان ما تملى المكان كله وكده. يعني اخي بعدين في حاجه لاحظتها، السحب في البلد دي قريبه خلاص ما زي عندنا. UK is great. يعني شايفين مثلا المبنى ده اخره ما ظاهر لانه مختفي جوا السحب. مش قلت لكم بيهتموا بالكريسماس بتاعهم؟ عين المكان ده مبهر جنه كيف. وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم انا عندي قناه في اليوتيوب، ما عليكم الا انكم تخشوا اليوتيوب وتكتبوا موح البدوي بالعربي او بالانجليزي تطلع لكم قناتي، تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب. وفي الاخير كان معكم موح البدوي بالجلابيه السودانيه من وسط لندن، يديكم العافيه.
السلام عليكم ورحمه الله، كيف الصحه؟ ان شاء الله كويسين. وكذا الحمد لله وصلت لندن بسلام. وجبت لكم الليله معاي منو؟ احمد ياسر. متذكرين كم مره كده في الفيسبوك فجأة الفيسبوك كله كده بقى السوداني الفاز بالبطوله في لندن بيحتفلوا بالكريسماس قبل الكريسماس؟ ما يعني هو كريسماس يوم 25 مش؟ ايوه يلا الناس دي حسب تكون تعمل انوار وتعمل احتفالات والكريسماس بارتيز وده كله، لكن يوم الكريسماس ذاته اللي هو 25 ما في زول بيكون في الشارع، يعني المحلات كلها بتكون مقفله، الدكاكين ايش؟ لانه الناس بتعتبر